سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. لرحاب القرآن فربي أنسام الجنات علينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا للقاء الأحباب سعينا. أنسام الجنات علينا أنسام الجنات علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم إلى أولى حلقات المسابقة القرآنية في رحاب القرآن، والتي سنكون معكم خلال ليالي شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. رمضان شهر القرآن والعفو والغفران، رمضان شهر التوبة والإحسان، رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، رمضان شهر التشميد والسباق نحو الجنان، ولنا في رمضان ساعة في رحاب القرآن، مسابقة منذ 30 عاما تقيمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم رغم العوائق والمصاعب والخذلان، فلهم منا كل الشكر والتقدير والعرفان. وفي أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، اسمحوا لي مشاهدينا الأكارم أن أرحب بأسمى آيات الترحيب والامتنان لمشايخنا الفضلاء الكرماء الذين شرفونا في هذه الليلة المباركة، وأرحب ابتداء برئيس اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن هلال الكبودي، أستاذ القرآن وعلومه في كلية التربية بجامعة صنعاء، رئيس اللجنة. أهلا ومرحبا بك شيخ دكتور خالد. وأهلا بك أستاذ وليد، حياكم الله وشهركم مبارك، نورتنا، حياكم الله. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح البصراوي، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة العلوم والتكنولوجيا، عضو اللجنة. أهلا ومرحبا بك شيخ دكتور عبد الفتاح. مرحبا يا أستاذ وليد، أهلا وسهلا بك، وشهركم مبارك، حياكم الله. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ غازي البكيلي، شيخ القراءات والإقراء في مركز البيان، وهو عضو المنسقية العليا للقرآن الكريم. أهلا ومرحبا بك شيخ غازي، وشهرك مبارك، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، حياكم الله جميعا. مشاهدينا الأكارم أيضا أرحب بالمتسابقين معنا في هذه الليلة، وهم المتسابق الأول جبريل عبد الله عبد الله داود شاجرة، وهو الذي سيعرفنا أكثر بنفسه أيضا. أهلا ومرحبا بك جبريل، تفضل. الاسم جبريل عبد الله عبد الله داود، من محافظة مارب، مدينة حريب، أدرس في مدرسة الزبير بالعوام التابعة لمدارس الهدى. أهلا ومرحبا بك. كما أرحب أيضا بالمتسابق الآخر محمد عرفات عبد عطاء، وهو أيضا سيعرفنا بنفسه أكثر. أهلا ومرحبا بك يا محمد، حياك الله. الاسم محمد عرفات عطاء، من محافظة أبين، حفظت القرآن في حلقة أبي بن كعب في دار القرآن الكريم للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكما. إذن مشاهدينا الأكارم، سنبدأ بالجولة الأولى من هذه المسابقة، ولكن قبل أن نبدأ نذهب فقط إلى فاصل قصير ثم نعود، فتفضلوا بالبقاء معنا. سبحان الله سبحان الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم،
فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. اسمحوا لي مشاهدينا الأكارم أن أنتقل بحضراتكم إلى لجنة التحكيم لتدير الجولة الأولى من هذه المسابقة في هذه الليلة. فإلى لجنة التحكيم، إليكم شيخ خالد. شكرا أستاذ علي. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نسعد بصحبتكم إيانا والبقاء معنا في هذه الليالي المباركة، ونحب أن نطلعكم على فقرات برنامج الرحاب في هذا العام، حيث إن لدينا مسابقة في فئة المصحف وفي فئة العشرين جزءا وفي فئة العشرة الأجزاء، ولدينا بعض الحلقات في القراءات القرآنية وبعض الحلقات في الإجازة بالسند. فالحمد لله على توفيقي وامتناني، ونسأل الله أن ييسر لنا أن ننجز هذا العمل وأن ننال رضا الله أولا ثم رضاكم، ونأمل أن تبقوا معنا طيلة ليالي هذا الشهر. سنبدأ حلقتنا هذه بالسؤال الأول للمتسابق الأول الذي هو جبريل عبد الله شاجرة مع شيخنا الشيخ غازي البكيلي، فإليه تفضل. مرحبا بك يا جبريل، ونرحب أيضا بالمتسابق الآخر محمد عرفات، كما أننا نرحب بجميع الإخوة المشاهدين خلف الشاشة. ونحن في هذا الشهر المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر شاهدا علينا بالخيرات ولا يجعله شاهدا علينا بالمعاصي والسيئات. نبتدئ بالسؤال الأول للمتسابق جبريل عبد الله داود. أسمعنا من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أحسنت، بارك الله فيك ووفقك الله. بارك الله فيك ووفقك الله، ما شاء الله تلاوة عطرة، نسأل الله أن ينفع بك. ونأتي الآن إلى المتسابق الثاني في حلقتنا هذه، وهو الطالب محمد عرفات. وللتنويه، مسابقتنا لهذه الليلة في فئة المصحف الشريف.
فأهلا بك يا أستاذ محمد، حياك الله. وإلى سؤالك الأول مع الشيخ الدكتور عبد الفتاح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في ليالي شهر رمضان المبارك، ومع أحلى كلام مع كلام رب العالمين. ونرحب بالمتسابق محمد عرفات عبد عطاء، ونمد أن يسمعنا من قول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أحسنت وبارك الله فيك، قراءة طيبة. ما شاء الله، بورك فيك يا محمد، حفظك الله. ونعود إلى الأستاذ وليد. جزاكم الله خيرا مشايخنا الأجلاء. إذن مشاهدينا الأكارم، سننتقل وإياكم إلى الجولة الثانية من هذه المسابقة، ولكن نذهب فقط إلى فاصل قصير ثم نعود، فتفضلوا بالبقاء معنا. سبحان الله سبحان. هذه الفقرة برعاية القصر مول وروائع الخليج للذهب والمجوهرات، مأرب شارع عدن بجانب مكتب الخارجية. سبحان الله سبحان الله. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاكارم من جديد. القرآن مشكاة انوار العباد ومشرق الهداية والرشاد، فما أجمل سطوعه على الأنام في شهر الصيام والقيام. خص الله رمضان بنزول القرآن الكريم، ومن توفيق الله لك مشاهدنا الكريم أن تقبل على القرآن في هذا الشهر المبارك تلاوة وتدبرا، وتجتهد فيه ما لا تجتهد في غيره. إذن نذهب إلى لجنة التحكيم لمتابعة الجولة الثانية من هذه المسابقة، فإلى لجنة التحكيم. إليكم شيخنا. نرحب بك مجددا جبريل، وستسمع سؤالك الثاني من فضيلة الدكتور عبد الفتاح، فإلي. مرحبا بك يا جبريل عبد الله ساجرة، وأهلا وسهلا بك.
ونود أن تسمعنا من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. أحسنت. ما شاء الله، بورك فيك ووفقك الله حبيبي، أسعدك الله. ننتقل الآن إلى المتسابق الثاني ويسمع سؤاله الثاني من فضيلة الشيخ غازي فإلي. مرحبا بك يا محمد وأهلا وسهلا بك مرة أخرى. نود أن تسمعنا من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أحسنت، بارك الله فيك ووفقك الله. بارك فيكما ونفع الله بكما وزادكما من فضله. وإليك يا أستاذ وليد. بارك الله فيكم مشايخنا الأجلاء، وأيضا بارك الله في المتسابقين في هذه الليلة الذين يتسابقون في حفظ القرآن كاملا. إذن مشاهدينا الأكارم، وقبل أن نذهب إلى إعلان النتائج نذهب وإياكم لمتابعة فقرات هذه المسابقة القرآنية في رحاب القرآن الكريم، وإلى فاصل قصير ثم نعود. سبحان الله سبحان الله. تأسست الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم عام 1992 الموافق 1413 هجرية بتصريح رقم 578 من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تعمل من خلال 21 فرعاً ومكتباً و133 مركزاً. سبحان الله سبحان الله. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. يا منزل الوحي المبين تفضلا، ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا، فالشمل مزق والهوى أعيانا. أدعوكم مشاهدينا الأكارم لمتابعة الفقرة الإنشادية. سبحان الله سبحان العبد الغلطان، شهر البر أتى لولاه ما تاب العبد الغلطان، ما تاب العبد الغلطان. أهلا أهلا يا رمضان بقدومك يا شهر الخير، راحتنا والبهجة غير، راحتنا والبهجة غير، هات الزاد وحث السير وادخل من باب الريان، هات الزاد وحث السير وادخل من باب الريان، وادخل من باب الريان. أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر التوبة والغفران. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الرحمة والإحسان، شهر الرحمة والإحسان. أهلا أهلا يا رمضان، بالتكبير وبالتهليل نستقبله وبالتبجيل، نستقبله وبالتبجيل، وننادي المولى في الليل ونرتل فيه القرآن، وننادي المولى في الليل ونرتل فيه القرآن، ونرتل فيه القرآن. أهلا أهلا يا رمضان، ما بين سجود وركوع كم ذرفت عيناك دموع، وشعور المسلم بالجوع يكشف أسرار الإيمان، وشعور المسلم بالجوع يكشف أسرار الإيمان، يكشف أسرار الإيمان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران،
النوم قم واستقبل شهر الصوم قم واستقبل شهر الصوم أحلى ضيف وأحلى يوم حين يوافينا رمضان أحلى ضيف وأحلى يوم حين يوافينا رمضان حين يوافينا رمضان أهلا أهلا يا رمضان زادت في القلب الأشواق وأتانا شهر الإنفاق وأتانا شهر الإنفاق موقعه بين الأحداق ومحبته في الوجدان موقعه بين الأحداق ومحبته في الوجدان ومحبته في الوجدان أهلا أهلا يا رمضان أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. أدعوكم مشاهدينا الأكارم لمتابعة فقرة براعم القرآن. سبحان الله. المشاهدون والمشاهدات الأكارم، نرحب بكم في هذه الفقرة في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم المبارك. ومعنا هذه الليلة برعم من براعم القرآن الكريم عبد الله النهاري. عبد الله، كم تحفظ من كتاب الله؟ 10 أجزاء. ما شاء الله تبارك الله. وأين تدرس؟ في مدرسة صناع الغد. دراسة والقرآن؟ القرآن في مركز الفتح. الفتح، ما شاء الله عليك. وأنت إن شاء الله عازم على أن تكمل القرآن كامل؟ إن شاء الله. طيب يا عبد الله، كم قلت تحفظ من القرآن؟ 10 أجزاء. حفظك الله. طيب، ممكن أن تسمعنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه وإن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. والذي جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أحسنت بارك الله فيك وفقك الله ما شاء الله هذه التلاوة الطيبة. إن شاء الله أنت عازم على أن تكمل المصحف؟ إن شاء الله. في كم؟ في رمضان. في رمضان هذا؟ اللي بعده يعني سنة من الآن إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم أن يبارك فيك. طيب يا عبد الله تعال معك هدية. أسأل الله أن يحفظ من رباك ومن دفعك إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. معك هدية مقدمة من الشيخ صالح محمد الطاطي، تعال لاستلامها حفظك الله وبارك فيك ووفقك إن شاء الله عليك. إن شاء الله عليك. المشاهدون والمشاهدات الأكارم، بهذا نكون قد أكملنا هذه الفقرة لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في فقرة جديدة وفي ليلة جديدة من مشيئة الله. أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله سبحان الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، ونذهب وإياكم إلى فقرة السؤال الميداني ومع الزميل عبد الله المرهبي. سبحان الله سبحان الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. أسئلة الفقرة الميدانية سنسلط الضوء من خلالها على تاريخ بلادنا الحبيب اليمن. اليمن كصفحة ناصعة من صفحات المجد والعروبة والإسلام، وقلعة شامخة من قلاع النضال والثورة. اليمن العربية السعيدة صاحبة الجنات والسدود العظام، التي استحقت الذكر في كتاب الله العزيز في أكثر من مناسبة. وسؤال الفقرة الميدانية لحلقة اليوم يدور حول شخصية يمنية، صحابي جليل وقف يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض آراء القوم قبل المعركة، فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل بين يديك وعن شمالك وعن يمينك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك. يا ترى من هو هذا الصحابي؟ نتابع سويا في الميدان من سيكون الفائز بجائزة السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. معي سؤالين، سؤال مدخل إلى سؤال الجائزة وسؤال الجائزة. تفضل. إذا أجبت عليه ستحصل على الجائزة إن شاء الله. طيب السؤال يقول: صحابي جليل وقف يوم بدر وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب ربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك. من هو هذا الصحابي؟ أعتقد أنه سعد بن أبي وقاص. لا ليس سعد. خيارة. طيب أنا بعمل لك مساعدة، هو شخصية يمنية من اليمن. شخصية يمنية. إذن فرصة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. صحابي جليل وقف يوم بدر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك. من هو هذا الصحابي؟ الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه. لا إلا هو شخصية يمنية.
صحابي من اليمن. معاذ بن جبل. أنا سعد بن معاذ. لا ليس سعد بن معاذ. إذن فرصة قاتمة إن شاء الله. سؤال الجائزة يتحدث عن صحابي جليل وقف يوم بدر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك. من هو هذا الصحابي؟ سعد بن معاذ. لا ليس سعد بن معاذ. إسامة بن زيد. لا. شي خيارات؟ معاذ بن إجابة. معاذ بن جبل. هو صحابي يمني. إذن فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله يا والد. الله يحييك. نسأل عن صحابي يمني وقف يوم بدر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول لك يا رسول الله كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك. من هو هذا الصحابي؟ اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم عليه. والله إني ذاكرة أنه بس قد ذاكرة عندي ضعيفة. هو من اليمن. ما فيش خيارات ولا؟ من حضرموت. اللهم صل وسلم. خيارات أسامي ولا؟ إذا فرصة قادمة إن شاء الله. الله يوفقكم خيرة الله. حياك الله يا والد. صحابي جليل وقف يوم بدر وقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب ربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره ذلك. من هو هذا الصحابي؟ أظن المقداد بن عمرو. أنت تحوم حول الإجابة. هو من حضرموت ومن قبيلة كندة. من قبيلة كندة. المقداد الكندي. المقداد الكندي. المقداد ابن الأسود الكندي. إجابة سليمة بالفعل، حصلنا عليها من الأخ عبد أحمد علي باري. عبده أحمد علي باري. عبده أحمد من أي محافظة؟ من الحديدة. من الحديدة. إجابة سليمة بالفعل. صحابي جليل وقف يوم بدر وقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكننا نقاتل بين يديك وعن شمالك ويمينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأشرق وجهه. من هو هذا الصحابي؟ المقداد بن الأسود الكندي. المقداد بن الأسود الكندي. بالفعل إجابة سليمة، وتستحق جائزة السؤال، جائزة نقدية مقدمة من مجموعة أمين قاسم. ألف ألف مبروك. سبحان الله. سبحان. هذه الفقرة برعاية الخليج فود للتجارة والتبريد. سبحان الله. سبحان الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم. عدنا وإياكم وسنعود إلى لجنة التحكيم لمعرفة نتيجة مسابقة هذه الليلة، فإلى لجنة التحكيم لإعلان نتائج هذه المسابقة. شكرا لك أستاذ وليد. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، حيث حصل المتسابق الأول جبريل عبد الله عبد الله شاجرة على 100 درجة في الحفظ وعلى 95 درجة في التلاوة، فكان مجموع درجاته 195 درجة. بينما حصل المتسابق الثاني محمد عرفات عطاء على 100 درجة في الحفظ وعلى 96.6 درجة في التلاوة،
فكان مجموع درجاته 196 درجة فاصل 6، وبهذا يكون الطالب محمد عرفات هو الذي حصل على المركز الأول في مسابقتنا لهذه الليلة في فئة المصحف الشريف، بينما المتسابق عبد الله جبريل عبد الله حصل على المركز الثاني، فمبارك لهما ووفقهما الله. والحقيقة لقد أبدعا جميعا، ونسأل الله أن يوفقهما وينفع بهما. إليك يا أستاذ. شكر الله لكم مشايخنا الأجلاء، ومبارك للمتسابق محمد عرفات عطاء الذي حصل على 196 درجة فاصل 6، وأيضا مبارك للفائز في المرتبة الثانية جبريل عبد الله داود شاجرة الذي حصل على 195 درجة من 200، فمبارك الفوز لكما أيضا، ونقول أنه لا خاسر مع القرآن الكريم. اسمحوا لنا مشاهدينا الأكارم أن يصعد معنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الحليم الهجري الأمين العام للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، أحب أن أهنئ شعبنا اليمني العظيم بمناسبة حلول هذا الشهر باسم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وأهنئ كل المسلمين على وجه الأرض، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر خير ورحمة وبركة وأمان واطمئنان واستقرار لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. وإن شاء الله تعالى سنكرم في هذه الليلة أول ليلة من ليالي الشهر الكريم المتسابقين في هذه الليلة. وإليك يا أستاذ وليد. فليتفضل المتسابق الفائز في المرتبة الأولى محمد عرفات عبد عطاء لاستلام جائزته. مبارك لك يا محمد، نسأل الله أن ينفع بك وأن يوفقك إن شاء الله تعالى. هذه الشهادة مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، نعم، وهي شهادة مشاركة في هذه المسابقة أيضا، وهذا تكريم، يعني في الدنيا كل تكريم يعتبر تكريم رمزي، لكن التكريم إن شاء الله تعالى يوم أن يقال للقارئ لقارئ القرآن وحافظه: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نعم. وأيضا هذه الجائزة مقدمة من القصر مول، بالإضافة إلى عمرة مقدمة من وكالة التروية للحج والعمرة، فمبارك عليك يا محمد. يتفضل أيضا المتسابق الثاني جبريل عبد الله داود شاجرة الذي حصل على المركز الثاني لاستلام جائزته. مبارك لك يا شيخ جبريل، أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله وأن يعينك. هذه الشهادة مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وهي شهادة مشاركة في هذه المسابقة، بالإضافة أيضا إلى جائزة مقدمة من القصر مول. مبارك لك إن شاء الله، فمبارك للفائزين معنا في هذه الليلة. ودائما نقول أنه لا خاسر مع القرآن الكريم في الدنيا ولا في الآخرة بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله سبحان الأشواق أتينا بلقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق.